بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعين، يا رب تكونوا كويسين وبصحه جيده. معكم مصطفى، قناه يوتيوب. اللي بيسمعنا لاول مره وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعل الجرس توصلوا كل محتوى القناه من موضوعات تعبير ووضعيات ادماجيه. اعملوا لنا لايك لو عجبكم الفيديو، وكمان كومنت حلو منا في التعليقات. وحابه برضو اعرفكم ان في قناه ثانيه اسمها يوتيوب معرفه، بنزل فيها موضوعات التعبير ووضعيات ادماجيه وموضوعات هامه تهم جميع الطلبه. اشتركوا في القناتين وفعلوا الجرس توصلك كل محتوى القناتين ان شاء الله باذن الله. النهارده تعبير عن الهجره السريه نمط حواري، تعبير عن الهجره السريه نمط حواري. انا نزلت في القناه الثانيه قناه يوتيوب معرفه، نزلت عن الهجره برضو، نزلت عن الهجره بنمط حجاجي، نزلت عن الهجره بنمط حجاجي لو عاوزينه موجود في القناه الثانيه، وبرضو في فيديو اخر عن التعبير او وضعيه عن الهجره السريه، الاسباب والاثار والحلول، برضو فيديو اخر، يعني في فيديوهان موجودان عن الهجره، الهجره السريه في قناه يوتيوب معرفه، تمام؟ لو عايزينه شوفوه. النهارده الفيديو الثالث او الثالث عن الهجره السريه اللي هو بنمط حواري. لما اجي اكتب التعبير او الوضعيه عندي مقدمة، أترك بياض تشكل الهجرة السرية، إغراء الكثير من الشباب الذين يقعون في وهم التخلص من متاهات البطالة واليأس القاتل وتحقيق أحلامهم الجميلة. هذا هو موضوع الحوار الذي دار بيني وبين زميلي أحمد. طالما نمط حواري يبقى حيكون حوار ثنائي أو ثلاثي، أقل حاجة اثنان. هذا هو موضوع الحوار الذي دار بيني وبين زميلي أحمد. قلت يا زميلي لماذا تريد أن تهجر وطنك الغالي؟ أحمد قال وقلت أحمد أنت تعلم أن ليس من السهل على الإنسان أن يترك أهله ويترك وطنه ويهاجر، ولكن أنا أريد أن أحسن ظروفي وأحقق أهدافي وأحلم بتسهيل حياتي في المستقبل قلت لا يا صديقي أنت مخطئ، الهجرة السرية طريق مسدود ولا ينبغي المغامرة أو المخاطرة بالنفس وراء أحلام وردية. فلو بقى الإنسان في وطنه وتحلى بالصبر والقناعة والشكر على أحواله أفضل من أن يواجه ذل الهجرة وعواقبها الوخيمة، فما أكثر العواقب. قال أحمد أنا لا أعلم عواقبها الوخيمة، فما هي يا ترى؟ أجبت قائلا الهجرة السرية إما أن تصل إلى الشاطئ ويكون مصيرك القتل أو التشرد وفقدان الهوية وعدم الشعور بالاستقرار والانتماء، وكذلك صعوبة التأقلم مع دولة الغرب، وضف إلى ذلك تتعرض للاضطهاد والذل والمهانة وغيرها الكثير، أو يكون مصيرك إذا لم تصل الغرق والهلاك وسط البحر ويتحسر عليك أهلك وأصدقاؤك. إن الهجرة تحرمك من العلاقات الاجتماعية والأسرية. رد أحمد إذا الأمر ليس سهلا، يجب التفكير والتريث فيه أولا قبل أخذ القرار. ثم فكر فترة وجيزة وقال ينبغي علينا البقاء في وطننا نطوره ونخدمه. قلت فكر في وطنك وأهلك وأصدقائك والعواقب الوخيمة الناتجة قبل أن تخطو خطوة واحدة. قال نعم يا صديقي كلامك صحيح. وفي هذا قال الله تعالى استشهاد بأي قراني، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
صدق الله العظيم. الخاتمة أترك بياض، وفي الأخير اقتنع زميلي بأضرار أو اقتنع صديقي بأضرار الهجرة السرية، ولأن حياة الإنسان غالية فابتعدوا عن الهجرة السرية ولما فيها من أذية ومخاطرة كبيرة. ولأن حياة الإنسان غالية فابتعدوا عن الهجرة السرية ولما فيها من أذية ومخاطرة كبيرة. أنا مظل هذه الخاتمة سطرين، الخاتمة سطرين أترك بياض في الأول. تمام. هنا عندنا المؤشرات، النمط الحواري بيكون حوار، يعني قال وقلت، المظللة أو وضع خط تحتي، دي مؤشرات النمط، يا زميلي نداء، لماذا تريد أن تهجر، هنا أسلوب استفهام، أسلوب استفهام، أنت ضمير، ضمير مخاطب، برضو مؤشرات النمط، مؤشرات النمط الحواري، وعندنا أنا ضمير برضو، عندنا لا يا صديقي نداء، أنت ضمير مخاطب، فما أكثر العواقب، أسلوب استفهام، أسلوب إنشائي تعجب، عفوا أسلوب إنشائي تعجب، وهنا قال أجبت، أجاب برضو تبع المؤشرات، رد قال، وهنا برضو كده أنا خلصت. هنا الخاتمة، عندي المؤشرات لو للتسكير، مؤشرات للتسكير، النمط الحواري، اللغة السهلة البسيطة، علامات الوقف الخاصة بالحوار، النقطتان الفاصلة المزدوجان، يعني علامتين التنصيص، أفعال القول، قال، أجاب، أضاف، تابع، ضمائر متكلم، أنا مثلا، أنا، نحن، أنت، أنت، جمل إنشائية، استفهام، تعجب، ونداء، المقدمة بتاعتنا بتكون محدد فيها مثلا الزمان، المكان، شخصيات، وتكون تمهيدا للموضوع. العرض يتضمن الحوار القائم بين الشخصيات سواء كان حوار ثنائي أو ثلاثي أو أكثر. الخاتمة، الهدف والمغزى التربوي. تمام. هنا زي ما قلت لكم، هذه ما ظللة، يا رب الفيديو يعجبكم، أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر وضعية علمية أخرى. ما تنسوش تشتركوا في قناة يوتيوب معرفة القناة الثانية، عايزة الدعم والمساندة عشان أنزل لكم، كي أنزل لكم موضوعات أفضل والأحسن واللي تطلبوا أنزله لكم إن شاء الله. أشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع موضوعات تعبير آخر، موضوعات تعبير أخرى ووضعيات علمية. أشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يلا مع السلامة.